هو ده اللي تقصديه؟ شكرا يا شادي، معلش محتاجة أي حاجة أشتغل عليها. مالك؟ أنت كويس؟ لو حكيت لك مش هتصدقي. وحكى لها شادي عن كل حاجة، من أول الحقنة لحد موضوع الفلاشة، وكمان لما عرف إن أمه طلعت زعيمة عصابة دولية. فقلت أجي أشوف فريد، لأني حسيت ساعتها إني مش هشوفه تاني. بعد الشر عليك يا شادي. ما تقليش عليا، أنا هبقى كويس. أنت بس قومي اكتبي بقى بدل الرواية اللي ضاعت دي، وفين فريد عايز أشوفه؟ يلا بينا. شفتي يا بابي الجمال؟ أهو شفت شفت. إزيك يا مدام؟ الله يسلمك يا حبيبي. بس بقى بس هغير له واجي لك. يلا يلا بس تعالى تعالى تعالى، هناكل ماما وهنغير وهنبقى حلوين خالص خالص خالص. كان وحشني قوي. ربنا يخليكم لبعض.